مباراة تمثيلية ضخمة قدر انه يقودها بجدارة المخرج حسام علي بين ابطال مسلسل الرحلة وهم باسل خياط، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، ومي سليم، اللي قدر انه يخرج منهم قدرات فنية جديدة. لكن لما سألناه عن احتلال المسلسل المركز الاول في نسب المشاهدة والنجاح اللي وصله فوجئنا انه ما كانش متوقع، لكن كمان رد على اتهام المسلسل بخدش الحياء وحقيقة حذف بعض المشاهد لحنان مطاوع. انت لسه خايفة ليه يا سلمى؟ ما تخافيش يا حبيبتي. ارتبط اسم حسام بالغموض والإثارة من رمضان اللي فات، بس المرة دي قرر يغوص في النفس البشرية أكتر، وده من خلال تعاونه مع باسل خياط بدور مركب ولتاني مرة. باسل خياط ممثل قوي جدا، وهو كمان شخص مثقف بيفهم بيقرأ، عنده من الإدراك الكتير بصراحة. النهاردة أحلى يوم في عمري، من كتر ما أنا مبسوط. ما عايز اخبيكي في البيت ده وما خليش حد يشوفك، ما خليش حد يشوفك. المسلسل حصل على اشاده كبيره من النقاد، فهل كانوا قاصدين يبهروهم وهم بيصوروا؟ الاهم ان احنا نعمل مسلسل حلو. كنا بنحاول نقدم شكل دراما مختلف عن المعتاد. كنا اكيد مش هو ده هدفي، انه النقاد يقولوا على مسلسلي كويس. انا هدفي انه المشاهد العادي يقدر يتفرج على المسلسل ويعجبه ويتفاعل معاه. هو احنا مش هنشوف بابا تاني؟ يبقى مراتي وبنتي، مراتي وبنتي. جيبك يا عمري، انت عايز تعمل منها. الرحله السنه دي تصنف من اكتر المسلسلات مشاهده، فكان غريب جدا اتهام صناعه بخدش الحياء. انا بحاول دايما طول الوقت ان انا اخلي الحاجات على قد بالظبط اللي هي محتاجاه. فلما لقيت بلاغ للنائب العام واستغربت جدا ورجعت الحلقات فما لقيتش حاجه، فلغايه دلوقتي مش عارف هو الموضوع على ايه بالظبط. لما انتوا حسيتوا ان الراجل ده خطر قبل ما بلغتوش البوليس؟ صرحت حنان مطاوع بانها زعلانه بسبب حذف مشاهد ليها من قبل القناه اللي بيعرض عليها المسلسل، فحبينا نفهم اكتر من حسام. لو حصل ده ما اعتقدش انه حصل بسبب عدم رضا على محتوى، اعتقد انه يكون مشكله تقنيه بس، مجرد حاجه اتشالت بالغلط. يعني انا غلط، عارفه ان انا غلط، مش هكابر. كان نفسي اختي ما تشوفش في عينيا نظره العجز. محدش قدر ينكر المجهود اللي بذله فريق العمل عشان يطلع بالشكل ده، وطبعا اولهم مخرج محترف عارف كويس امكانيات الممثلين اللي معاه. ريهام جايه من نجاح كبير جدا ليها السنه اللي فاتت، حتى لا تطفئ الشمس، وحنان جايه من السنه اللي فاتت برضو هذا المساء، هم اوريدي نجوم، هم اوريدي نجمات ومنورين. يمكن بس الادوار كتركيبه فيها لعبه حلوه استفزتهم، هم اشتغلوا عليها وانا اشتغلت معاهم عليها فطلعتهم بالشكل ده. مي عندها امكانيات اكتر من اللي الناس شايفاها، بس هي كانت عايزة برضو شخصية فيها تركيبة تطلع الإمكانيات اللي عندها دي. أنا الخازوق يا فنان، أنا الخازوق يا فنان.